متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من الاسكندريه، واحنا بنتابع مع حضراتكم تعليمات الاداره المركزيه للسياحه والمصايف للوافدين والزائرين لاسكندريه وكل رواد الشواطئ في اجازه عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بألف صحة وخير بمناسبة عيد الفطر، وطبعا عشان يكون أجازة سعيدة وتفضل أجازة سعيدة علينا ونقضي عيد فطر سعيد، في تعليمات أصدرتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في اسكندرية لرواد الشواطئ. يعني نناشد حضراتكم بضرورة اتباع تلك التعليمات حرصا على سلامة حضراتكم وأطفالكم والعودة سالمين. يمكن من أهم تلك التعليمات الخاصة يعني مراعاة حالة البحر والأوقات المناسبة لنزول البحر والسباحة، يعني طبعا تجنبا لحالات الغرق. يعني نتمنى لحضراتكم السلامة. احنا يعني هنقول لحضراتكم ونستعرض معاكم يعني التعليمات اللي قالتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف. وزي ما احنا شايفين في أوقات في اسكندرية بيكون الموج فيه عالي وحالة البحر لا تسمح بالسباحة، وساعتها هنشوف الراية الحمراء مرفوعة على الشواطئ، وده معناه طبعا يعني عدم صلاحية البحر للنزول والسباحة فيه، لأنه بيمثل خطورة على أرواحكم. يعني دي كده حاجة زي ما احنا شايفين. يمكن النهاردة كمان البحر عالي في اسكندرية شوية والموج مرتفع، في بعض الأماكن قد تكون لا تصلح للسباحة النهاردة، وممكن يقابلنا أيام زي دي في العيد بيكون فيها الموج عالي وهنلاقي الراية الحمراء مرفوعة على الشواطئ. طيب تعليمات تانية برضو قالتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وأكدت على عدم نزول البحر قبل الساعة 7 صباحا أو بعد المغرب. يعني حضرتك مسموح لك تنزل في الفترة من 7 صباحا وحتى المغرب. طيب ده ليه؟ لأني المنظومة الإنقاذ والغوص مش متواجدة على الشواطئ قبل الساعة 7. يعني تواجد منظومة الإنقاذ والغوص في شواطئ اسكندرية بتكون من الساعة 7 صباحا لحد المغرب، فبرجاء حضراتكم محدش ينزل البحر بدري، لا 5 الصبح ولا 6 الصبح. النزول بيبدأ من الساعة 7 علشان تكون منظومة الإنقاذ متوفرة على الشاطئ، ولا قدر الله لو في أي حالات غرق بتتدخل منظومة الإنقاذ فورا. كمان تعليمات تانية قالتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وأكدت على عدم يعني نزول الأطفال دون سن العاشرة بدون مرافق. فبرجاء حضراتكم اللي عنده طفل ما ينزلش البحر، يعني أقل من 10 سنين ما ينزلش البحر لوحده. يعني دي أهم التعليمات الخاصة بمنظومة الغوص والإنقاذ والحفاظ على أرواح حضراتكم، ويعني ده علشان نقضي أجازة عيد فطر سعيد في اسكندرية. كمان في تعليمات تانية أصدرتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وكل التعليمات دي هنلاقيها مكتوبة على بوابات الشاطئ جنب سعر دخول بوابة الشاطئ واسم الشاطئ. كل التعليمات دي مكتوبة، وطبعا أهم التحذيرات والممنوعات على شواطئ اسكندرية في عيد الفطر المبارك: ممنوع دخول أي مادة تندرج تحت اسم المواد المخدرة، ممنوع دخول كحوليات، كمان ممنوع دخول الشيشة أو مواقد الغاز الصغيرة. كل دي حاجات ممنوع دخولها على شواطئ اسكندرية، يعني سواء خلال عيد الفطر أو خلال موسم الصيف القادم كله.
كمان الإدارة المركزية أكدت على ممنوع دخول الحيوانات داخل الشاطئ، وممنوع لعب الكرة يعني حتى يعني لا يتم مضايقة المصطافين. وعلى فكرة يعني احنا استعرضنا مع حضراتكم ان في شاطئ كامل مخصص في سيدي بشر، في ملاعب مخصصة، لان المساحة الرملية في يعني بتتمتع بمساحة كبيرة وتسمح بإقامة ملاعب للعب الكرة، والملعب فيه محاط بشبكات عشان يعني تحافظ على خصوصية المصطافين اللي متواجدين على الشاطئ. وفي الشاطئ إسحاق حلمي في أكتر من ملعب تم إقامته العام الماضي ومستمر، يمكن يعني ممكن استخدامه في لعب كرة القدم، كرة الطايرة، يعني دي ملاعب متواجدة بالفعل في الشواطئ الرملية يعني ذات المساحة الرملية الواسعة. يعني اذا دي اهم تعليمات الادارة المركزية للسياحة والمصايف في اسكندرية هذا العام لقضاء اجازة عيد الفطر السعيد، ويعني برجاء اتباع تلك التعليمات حفاظا على ارواحكم وارواح اسركم. هنذكركم بها تاني، ممنوع نزول البحر قبل الساعة 7 وبعد المغرب لعدم توافر منظومة الانقاذ، ممنوع نزول الطفل دون العاشرة البحر لوحده، كمان اتباع تعليمات المنقذ الغوص الموجود في برج الشاطئ واللي بيوجه حضرتك للسباحة في المنطقة الأمنة، وممنوع نزول البحر عند رفع الراية الحمراء اللي بتؤكد ان البحر في حالة خطر لا تسمح بالسباحة. يعني نتمنى لحضراتكم اجازه عيد فطر سعيد، كل عام وحضراتكم بالف صحه وخير، واسكندريه بتستقبل السنه دي كل المصطافين والوافدين ب 61 شاطئ موزعين على سواحل اسكندريه من شرقها الى غربها، واستعدادات مكثفه في اسكندريه لاستقبال حضراتكم في عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بألف صحة وخير، شكرا لحضراتكم، كنت أنا معكم جاكلين منير مراسل يوم السابع في الإسكندرية، شكرا.